جدل مستمر، صدق عمرو موسى أم كذب؟ وهل فعلا انفعل في وجه الرئيس العراقي السابق صدام حسين؟ تسريب صوتي وصل للعربية على لسان أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية سابقا، يشرح فيه لحظات انفعالية بين الأمين العام للجامعة العربية السابق عمرو موسى وصدام حسين في لقاء جمعهما في شهر يناير عام 2002. قالوا اسمع، أنا مش عايز تنظير منك، أنا بقول لك العراق معرض لضربة قاسمة من الولايات المتحدة، القوة الأساسية الأولى في العالم، هل أنت واعي بأن بلدك معرض لهذا الخطر الدهم؟ هل أنت واعي بتحمل مسؤولية لتجنيب العراق؟ وبدأ بهذه الصرخ. بعدين نقول له يا دكتور عمر، قال له أنا مش دكتور، أنا بقول لك سيادة الرئيس، العراق في خطر، العراق استجب، اسمع. عمرو موسى كان أثار الجدل حين نشر كتابا يتحدث عن سنوات عمله في رئاسة الجامعة العربية، وقال إنه التقى بصدام حسين مرات عدة في محاولات لإعادة العراق والأمم المتحدة إلى طاولة المفاوضات، وكيفية لقائه مع الرئيس العراقي وسعيه إلى إقناع الأخير بقبول عودة المفتشين الدوليين إلى بلاده. لكن وزير الخارجية العراقي الأسبق ناجي صبري كذب بدوره رواية عمرو موسى قائلا إن مذكراته ضمت أحداثا غير حقيقية، خصوصا انفعاله على الرئيس صدام. هل يعقل أن ضيفا يحل على في يزور مضيفه ثم يهينه في منزله؟ آية أولا، هل يعقل أن السيد عمرو موسى المتمرس في الدبلوماسية والمحترف في الدبلوماسية يفقد أعصابه ويتصرف بهذا الشكل الذي نسب إليه؟ ناجي صبري أكد في لقاء مع العربية أنه من رتب لقاء موسى مع صدام ووجه له دعوة رسمية لزيارة العراق عكس ما كتبه موسى في مذكراته الذي قال إنه قرر زيارة العراق من دون علم الحكومة العراقية. يقول رتبت الأمر مع ناجي صبري، هذا لم يتم، وهو أمر غير طبيعي أن يحدد مسؤول موعد زيارته مع موعد زيارته ويحدد بعد ذلك لقائه مع رئيس دولة أخرى وبدون علم تلك الدولة، ثم يسرد تسرد المذكرات بطريقة فيها إثارة أعتقد لأغراض التسويق، كيف ذهب للقاء الرئيس الراحل صدام حسين. أما عن مضمون الزيارة، بن حلي الذي رافق عمرو موسى حينها قال إن هدفها كان لإقناع صدام بقبول عودة المفتشين الدوليين إلى العراق وتجنيب بلاده الحرب. يعني الأهداف الأساسية اللي كانت من المقابلة إقناع الرئيس صدام بأن العراق مقبل ولا يوجد لا شكوك ولا على ضربة عسكرية أمريكية ستقضي على العراق. لكن وزير الخارجية العراقي الأسبق نفى ذلك قائلا إن الزيارة لم تتضمن ملف عودة المفتشين إلى بلاده. هذا الموضوع لم يطرح في اللقاء على الإطلاق. الموضوع الذي اقترحته عليه للزيارة هو أن يأتي إلى العراق يؤكد تضامنه مع شعب العراق في المحنة التي كان يعانيها آنذاك. صبري أشار إلى أن بعض القضايا التي طرحت في مذكرات موسى غير دقيقة وحملت كثيرا من الإثارة والتهويل ونسبت إليه بهدف تسويق الكتاب، داعيا عمرو موسى إلى مراجعة ما جاء في كتابه لتدارك الأمر. يا أبا حازم، تدارك الأمر
ما ذكر في المذكرات ونسب إليك يسيء إلى سلك المهني طويل. ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا بصورة واسعة مع ما أثير في كتاب مذكرات عمرو موسى الذي حمل اسم سنوات الجامعة العربية ورد الوزير ناجي صبري على ما ورد فيها.